اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ومتجدده من برنامجكم الوطني الاسبوعي كفاءات اردنيه رحبوا معي بضيف هذه الحلقه السيد صالح جبريل صاحب مؤسسه هزار للصيانه والديكور يعطيك الف عافيه استاذ صالح الله يعافيك اهلا وسهلا فيك يا هلا فيك في البدايه عرفنا وعرف الساده المشاهدين بحضرتك ومسيرتك المهنيه والعمليه انا اسمي صالح جبريل إيه. خلص ماجستير اداره اعمال نعم بديت بالاعمال هاي فنيا صنايعي نعم اقوم بال بالشغل بواسطه عمال عاديين نظام مياومه نعم تطور العمل عندنا فتحنا مؤسسه بسيطه نعم في موقع بسيط نعم طورنا شوي شوي اخذنا موقع ثاني مشهور أكثر، نعم. التزام بالقوانين أكثر، نعم. تعرفنا على زبائن جدد نتيجة الموقع الجديد، اختلفت النوعية اللي بنتعامل معاها، نعم. وتطورنا شوي شوي لما صارت شركة هزار، ما شاء الله هزار. عليك، ما شاء الله عليك، حكينا عن أفكار الشركة أكثر وأكثر، هسه شركة هزار متخصصة بداية في أعمال الصيانة. صيانة المباني صيانة البيوت صيانة نعم. المعارض نعم. الألبسة أي معرض صيانة المستشفيات تعتمد على العقود السنوية للصيانة عندها كفاءات وخبرات ومهندسين قائمين على الشركة نعم. تابعين إلها نعم. بدات شركات بسيطة لكن الحمد لله حاليا الشركات اللي ماخدين آه العقود الصيانة لها شركات ضخمة وكبيرة نعم ما شاء الله عليك أكثر عن أهداف الشركة الشركة هدف هدفنا الرئيسي أنه نخلق فرص عمل نعم. للأطراف الغير يشاركونا في النجاح نعم. ل... من أهدافنا أنه نوصل لكل ل... لكل الأشخاص الموجودين بالأردن نعم. لأي شخص من تغيير ضوء إلى تجهيز قصر نعم. انه نخدمهم كلهم وندخل نعم. على بيوتهم ونساعدهم ونشتغل ما شاء الله عليك، ما هي ابرز الخدمات والمنتجات اللي حضرتك بتقدمها بالمؤسسة؟ احنا المنتج الأول اللي بنقدمه اللي هي بنسميها خدمة الصيانة. نعم. لتجهيز الكامل سواء بيوت سواء بيوت سواء معارض نعم. سواء محلات فيلل شاليهات مصايف فنادق اي شيء بيختص باعمال الصيانه نعم. المنتج الثاني اللي بنقدمه واحنا طرحناه جديد للاردن اللي هو منتج الحجر الصناعي نعم بنقوم بانتاجه وفق معايير اوروبيه مواصفات اوروبيه نعم عم ننشره في الاردن بنحاول نقنع الناس فيه انه يا عمي هذا منتج اردني حاصل على المواصفات الاوروبيه، حاصل على المواد المصنعه والداخله فيه مواد اوروبيه نعم. المانيه نعم هدفنا ننشره بالسوق نقنع الناس فيه لانه كلفته بسيطه نعم الفروقات بين الحجر الصناعي والحجر الطبيعي أوكي. حضرتك بتقول هلا الحجر الصناعي م. من ميزاته خفة الوزن لا. بالمقارنة بالحجر الطبيعي. هلا بيت لما بدي ابنيه أربع طوابع أحطه حجر صناعي نسبة الوزن تاعته أخف على أساسات البيت وعلى أحمال الحديد الموجودة في البيت من الحجر الطبيعي. نعم الميزة الثانية في نسبة الامتصاص. هلا الحجر الطبيعي اللي بدي أحصل على نسبة امتصاص قليلة جدا بيكون ثمنه غالي جدا مرتفع لكن لما نحصل على الحجر الطبيعي الصناعي نسبه امتصاصه بسيطه لا تتعدى 2% وثق المختبرات الجمعيه الملكيه ومختبرات فاكر الالمانيه أه بيعطيك نسبة الامتصاص 2% هذا بيوفر أقل. على الناس انه والله بيتي مرطب بيتي تعبان بضله يطلع له رطوبه بخرب لي الاثاث بخرب لي كل شيء ميزات هذا الحجر زي ما حكينا لك خفه الوزن نسبه الامتصاص اشكاله متعدده وصيانته سهله جدا نعم الحجر الطبيعي عشان اعمل له صيانه بدي اكسر واخرب كثير لكن هذا عبارة عن تفريغ لمكان الحجر المتضرر وإلساق فورا حجر آخر نعم. فوقه يعني الأمور سهلة وأرخص وفائدة أكثر للمواطن أرخص جدا في نعم. الحجر مثلا من القياساته اللي بيجي متر بستين سنتي هذا الحجر طبيعي حقه 48 دينار حجر الواحد الحجر المتر الواحد لكن حجر صناعي ثمنه 12 دينار 12 دينار حجم الكلفة خفت جدا فصار المواطن أي واحد بده يشتغل بيته حابب يرتبه لما يعمل من الحجر الصناعي بدل ما يعمل واجهة واحدة عم بيعمل البيت كامل منه نعم 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 عم يعمل البيت كامل كنا نصائحك للمواطنين اللي عم بيشاهدونا إن شاء الله عبر قناتنا بالنسبة كقطاع مباني وصيانة بالنسبة لقطاع المباني والصيانة إنه بننصحهم كوننا احنا منخرطين بهالمجال نعم. انه اي شخص بحب يدخل هالمجال يدخل بخطوات ثابته يبدا من الصفر ما في انسان راح ينجح من البدايه يوصل صحيح. لحجم كبير لازم يبدا من الصفر الى خطوه خطوه بننصح الناس كمان المقبلين انهم يسروا من قطاعات الانشائيه يتحروا بشكل دقيق عن الشركة اسم الشركة اللي بدهم يشتغلوا فيها أو يشتروا منها أو يتعاملوا معها اسم الشركة كتير مهم بداية التشطيبات اللي موجودة فيها الفرد لحاله ما رح يقدر يحكم على نظافة الشقة أو جودتها أو صح. الميزات اللي فيها يفضل أنه يستخدم مهندسين يساعدوه بالفكرة لأنه ثمن الشقة للشخص بيكون بكلفه كل حياته نعم صح. أقلها عشرين سنة عن طريق البنوك لما يسد حقها صحيح فلكن لما يأخذ مختص معه بيعطيه النتيجة الأكيدة هذه الشقة مناسبة أو لا النتيجة الأكيدة والسليمة طبعا مية بالمية خصوصا أنه أغلب المشاريع الإسكانية نتيجة المنافسة الكبيرة لقلة الطلب كذا عم تلجأ لأمور نسميها تخفيف من الكواليتي عشان نا. تقدر تنافس على السعر اغلب الناس صارت تروح تتفرج فقط على السعر اكثر من الكواليتي الموجود صحيح. للمبنى لهيك بننصحهم لا دور على الكواليتي افضل لك من من السعر نا. مهما يكون فارق السعر هذه العينات اللي بيتم انتاجها عنا من مواد عازله جميع انواعها من لواصق روبات بتم اخذ عينات من خط خط الانتاج اللي موجود عندنا، بيتم وزنها وبعثها للمعامل في المانيا لناخذ عليها المواصفات تاعتها، بتم تجهيزها توزينها وارسالها للشركات المتخصصه بالفحص. بنرسل لجهه حكوميه اردنيه اللي هي الجمعيه الملكيه الاردنيه وبنرسل الجزء الثاني لشركات اوروبيه. حتى نقدر نحصل على المواصفات الأوروبية فيها هاي نبذة من العينات طالعة من خط, خط الإنتاج إما بودرة إما سوائل وبتم فحصها في الجمعيات ما شاء الله عليك أستاذ صالح طبعا معلوماتك قيمة بالنسبة لنا وللمواطنين اللي بيستمعوا عننا شكرا لك شكرا لك احكي لنا أهداف المستهدفة للمشاريع طبعا احنا هلا الأهداف المستهدفة عندنا المشاريع الدولية لا. أصحاب الماركات العالمية لا. المطاعم المشهورة لا. حاليا نحن ما دخلنا على المش... المشاريع هاي ما اشتغلنا مع كافة الشركات طموحنا وهدفنا انه نوصل لهذه الشركات من حيث من حيث شركة هازار لخدمات الصيانة انه نصل لهذه الشركات ونتعامل معها ونبين لها انه في شركات اردنيه بسواعد اردنيه وفنيين اردنيين قادرين انهم يسلموكم اعمالكم وفق, وفق المواصفات الدوليه تاعت, نعم. تاعت كل شركه نعم ومن اهدافنا كمان انه إن نحصل على سوق اردني صادق لانه اغلب الاشخاص عندهم خلل في فكره الصنايعي او فكره الفنيين نعم. فكره الفنيين اللي راح يدخلوا لبيوتهم يعملوا لهم صيانه نعم. انه نحن بنحاول من عن طريق شركتنا انه نثبت لهم انه احنا احدى الشركات الاردنيه اللي موجوده من اكثر من عشرين سنه في نعم. على راس عملنا في الاردن كنا اكثر عن نشاه أنا. المؤسسه هلا نحن كانت بداياتنا بدايه عباره عن فنيين نعم. بسيطين إلنا فقط خبره في مجال معين مثلا القساره بدينا من عن طريقها no. إيه والدي كان يشتغلها وعلمنا اياها نعم no. إيه تطورنا شوي شوي صرنا إيه ناخذ مشاريع no. إيه ندخل فيها اكثر من خدمه no. مثلا قساره وبلاط قساره ودهان اكثر من خدمه كنا نقدم خدمات بدون موقع بدون مكان فقط على المعارف وعلى على الشغل وعلى التواصل طبعا. على التواصل تطورنا اخذنا اه موقع سجلنا شركه نا. في الاردن نا. سجلنا شركه اخذنا الموافقات عليها وخليناها شركه اسمها صالح جبريل للصيانه نعم للصيانه اتطورنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. السوق الاردني محتاج كثير خدمات صحيح آه نتيجه المشاكل اللي كنا نشوفها في التوريد من آه من بعض المصانع اللي موجوده لا. دخلنا اكثر من ماده واكثر من منتج على الجنب آه شركه الصيانه نعم من منتجاتنا العزل بانواعه عزل حجر عزل داخلي عزل خارجي عزل ابار عزل البرك دخلنا اللواصق لواسق داخلية وصل خارجية نعم. لواسق تتحمل درجة الحرارة البرودة درجة الحرارة العالية دخلنا كمان مصنع جديد للأردن نعم. اللي هو تصنيع الحجر الصناعي نعم. في الأردن نعم. حكينا طبعا عن أبرز المشاريع اللي حضرتك قمت طبعا مؤسسة هزار بصيانتها أو عملها من مشاريعنا فندق البحيرة مملكه السيدات no. اسباق قرطبه من مشاريعنا في قطاع الادويه دار الدواء no. للتنميه والاستثمار دافيد للادويه البيطريه نعم no. نحكي احنا عن قطاع المدارس بنشتغل لعبد الحميد شرف نعم no. بنحكي عن مدرسه الوسام لما بنحكي كمان عن المعارض المنتجات الملابس بنحكي عن شركة ساجدة بنحكي عن شركة أفت بنحكي عن شركة شي شوكليت لما نحكي عن شركات الألبسة بنحكي اسم شيفون اسم كبير كمان بنحكي عن العواملة نوارة هدول من القطاعات الألبسة لما بدنا نحكي عن الفلل البيوت الكسور بتحكي عن فيلة مثلا صخر الطلفيح بتحكي عن مجد البنا فيلة مجد البنا أسماء مشهورة لما نحكي عن فيلا المهندسين نحن ماخدين منهم رؤية المستقبلية لحضرتك إن شاء الله بنتمنى وكل شيء بتوفيق من من ربنا سبحانه وتعالى إنه بنتمنى انه نغطي سوق الاردن بشكل كامل باعمال الصيانه باعمال توريد الحجر باعمال المواد العازله كامله نغطي سوق سوق الاردن وبالعكس كمان نتطور بالتوريد للدول اللي جنبنا مثل العراق بعد ما تم عمل فتح المعابر بيننا وبينهم وبيننا وبين سوريا نتيجه الاعمار اللي موجود وننتشر على هالدول ان شاء الله ان شاء الله طبعا العينات حضرتك طبعا يقوم فحصها في اوروبا نعم العينات العينات الرئيسية عندنا في عندنا شيء اسمه معادلات كيماوية للخلط وللإنتاج نعم بتم أخذ عينات عشوائية بتم فحصها بمعامل أوروبية من ضمنها ذاكر الألمانية نعم وبناخذ فيها شهادات ومواصفات عليها نعم. كما وتعلم استاذ صالح ان الاردن ينعم بنعمه الامن والامان والله الحمد. ماذا تعني لك هذه النعمه؟ لولا ما في امن وامان ما بنقدر نضلنا في هالبلد ساعه. صحيح. الامن والامان قبل كل شيء، قبل النجاح الاقتصادي، قبل النجاح الـ الـ المادي، المعنوي، الامن والامان. سيارتك تتركها على باب البيت ما بتخاف عليها. صحيح. ابنك بيروح على مدرسته ما بتخاف عليه صحيح. الامن والامان اهم من كل تبعات اقتصاديه جايه واحنا الله. مع الاردن ورح نضلنا في قالب معاهم ومساندين لاخر رمق من خلال تجربتك العمليه بدنا من منك نصيحه لابناء الوطن العاطلين عن العمل اللي بيعيشوا ثقافه العيب هلا اي واحد بده يامن بثقافه العيب ما راح يشتغل نعم ما راح يشتغل وما راح يلاقي مصروفه بالعربي بالعمية <applause> راح يعيش عالي على المجتمع لأنه ما حدا راح يقدر يقدم له شيء أو يساعده بشيء صحيح الإشي نابع من من نفسه <applause> من نفس الشخص هو اللي بحكم إنه راح أقدر أنتج في هالبلد لو كان أي مشروع بسيط أي إشي ما بيحتاج غير مجهود فردي منه نا. في النتيجه النهائيه رح يوصل نعم ضربت لك مثال انا بديت بعمل القصاره لكن الحمد لله شركتنا هسه على مستوى في هالبلد نا. لاي شخص بيامن بهالفكره وبكون عنده طموح وصبر مثابره رح يوصل رح يوصل وبمده زمنيه قليله جدا جدا اكثر من انه يضلوا قاعد في هالبيت ويستنى <applause> فرصة تيجي، الفرص ما تيجي للانسان هو اللي بده يصنع الفرصة وهو اللي بده يستغلها ويتابعها صحيح. ويوصل عن طريقها كلمتك الأخيرة عبر قناتنا لمين حضرتك حاب تقدمها أو رسالة شكر؟ أول عن آخر بشكر والدي اللي لولا دعمه المعنوي <applause> قبل المادي وقبل كل شيء لولا دعم والدي ودعم إخواني ما وصلنا لهالمستوى <applause> هذا نعم الحمد لله شركتنا بتكبر بنفسهم بالمعنويات اللي بيعطوك اياها بالدعم سواء نفسي معنوي مادي هو اللي قاعد بيخلي الانسان يستمر رغم الضغوط اللي عليه رغم المنافسه الكبيره رغم التحديات والصعوبات اللي موجوده الدعم المعنوي تاعهم هو اللي خلانا نوصل له مرحله فاول عن اخر الشكر لوالدي واخواني الطاقم الهندسي اللي موجود عندنا اللي مخلينا نسلم مشاريعنا حسب المواصفات وحسب المقاييس اللي بترضي الزبائن بنشكر العاملين على المكتب عندنا اللي هم متابعين امور الكاستمر اللي عندنا اه واقتراحاتهم متابعينهم كل خطوة من خطوات سواء منتجات أو خدمات نحن نعم. عم بنقدمها طريقة التواصل مع حضرتك عن طريق عنوان المؤسسة ورقم تليفون المؤسسة نعم آه اللي بحب إما بزورنا على موقعنا آه موقع الشركة على دوار الواحة مجمع بوابة البركة الطابق الثاني مكتب 208 شركة هزار للتشطيبات والصيانة أو بيقدر أنه يفوت على اليوتيوب على صفحتنا بيقدر يفوت على الفيسبوك على صفحة هزار بيتواصل معنا إما بي عن طريق الهاتف هاتف الشركة اللي هو 07880 ثلاثة سبعة وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر السيد صالح جبريل على دعمه السخي لهذه الفقره يعطيك الف عافيه استاذ صالح ونورت برنامجنا اهلا فيك الله يعافيك وشكرا لكم